منحب ندعيكو على عرض يويو دودي طالعين رحلة في الناصري بقاعة ماري يوسف يوم السبت 16/6/2018 على الساعة 5 وبكون موجود بأيام عيد الفطر السعيد. يويو مالك حبيبتي ليش عم تبكي؟ مالك؟ بابا ايش ما اكلتيش؟ ايش مالك؟ بدك همبرجر؟ وين همبرجر؟ فيش همبرجر ايش مالك؟ ايش مالني؟ تذكري ايش مالك اسا؟ احكي لك؟ احكي لي. طلبت من البابا بما انه قرب يخلص شهر رمضان انه يشتري لنا واعيد زي دايما. طيب ام قال لي بقدرش، هاي العاديه بقدر لا بقدرش نشتري السنه الجاي، يا سنة السنه الجاي ما انا صايمه عشان اخذ عيديه. طيب عشانك عم تبكي يويو، بس في مرات بالحياه اشي بتسمى ظروف، بتعرفي شو يعني؟ لا، ظرف يعني مكتوب، ظروف لا يعني لا. يعني اكثر من ظرف. لا مش هيك قصدي، ابسطها لك. يلا يويو، في مرات بيكون في وضع اللي البابا مثلا قاعد على الشغل او الماما وما فيش مصاري انه يقدروا يشتروا لك اسا اواعي للعيد. فاهمه؟ فعشان هيك في كثير ناس كمان معهاش مصاري وبتشتريش اواعي للعيد، بس العيد يويو انه البابا حدك، ماما حدك، دودي اختي حدك، واصحابك. لا قيمي دودي انا بحب اصحابي. طيب اصحابي كلهم حبيبتي هاي، عشان هيك هاي الناس الحلوه اللي حواليكي هي العيد، مش شرط الاواعي، صح يويو؟ صح. وقصة بدكش تبطلي تبكي وتروحي عند البابا وتعيدي عليه، وشو بدك تقولي له؟ كل عام وبخير. وإن هو شو؟ والعيد. صح، واسم الولاد الحلوين نقول لهم كل عام وانتم بألف خير. باي. ممكن أزعل منك، ممكن أغضب عليك، لكن قلبي بحبك متقبل.